أهلا بكم. في التسجيل السابق كان لدينا هذا المستطيل، وقد استخدمنا التكامل المتعدد لمعرفة حجمه. وأعلم أنكم ربما تفكرون، حسنا، يمكنني استخدام أساسيات علم الهندسة لضرب الارتفاع بالعرض ضرب العمق، وهذا صحيح لأن هذا كان اقتران عددي ثابت. حتى لو قيمنا مرة واحدة عندما أخذنا التكامل بالنسبة لزد، انتهينا بتكامل ضعفي، والذي كان لدينا في العديد من التسجيلات عندما تعلمنا الحجم تحت سطح. لكن بعد ذلك أضفنا تطور في نهاية التسجيل، قلنا حسنا، يمكننا القيام بمعرفة الحجم من خلال مجال هذا المستطيل. أعتقد أنه مباشر جدا باستخدام شيء نعرفه تلقائيا، لكن ماذا إذا كان هدفنا ليس معرفة الحجم؟ هدفنا كان معرفة كتلة هذا الحجم. الأدوات التي نستخدمها للحجم، إنه حجم الغاز أو حجم الصلب، بحيث أن كثافته ليست ثابتة. إذن الآن الكتلة تصبح ممتعة للحساب. ثم قمنا بتعريف اقتران الكثافة ورو التي تشبه حرف بي بنهاية ملتوية. هذا يعطينا الكثافة عند أي نقطة معطاة. وفي نهاية التسجيل السابق قلنا حسنا، ما هي الكتلة؟ الكتلة هي فقط الكثافة ضرب الحجم. الكثافة هي الكتلة مقسومة على الحجم. إذن الكتلة حول نقطة صغيرة جدا، وقد أسمينا هذا كتلة دي. مشتقة الكتلة سوف تساوي الكثافة عند تلك النقطة، أو الكثافة التقريبية عند تلك النقطة بالضبط، ضرب فرق الحجم حول تلك النقطة، ضرب الحجم لهذا المكعب الصغير. وكما رأينا في التسجيل السابق، إذا استخدمنا إحداثيات المستطيل، هذا الفرق في الحجم يمكن أن يكون x ضرب y ضرب z. إذن الكثافة كانت اقتران الكثافة لدينا معرف ليكون x y و z، ونحن نريد معرفة الكتلة لهذا الحجم. لنقل أن قيم x y و z، لنقل أنها بالمتر، ولنقل هذه الكثافة بالكيلوغرام لكل متر مكعب. إذن الجواب سيكون بالكيلوغرام في هذه الحالة، وهذا نوع من الوحدات التقليدية في النظام العالمي للوحدات. إذن لنقم بمعرفة الكتلة لهذا الحجم الكثيف. إذن كل ما نفعله هو أنه لدينا نفس التكامل هنا. إذن الفرق بين الكتل سوف يكون هذه القيمة، لذا لنكتب هذا هنا حسنا. إنه X. أريد أن أتأكد أنني لم أخرج عن المساحة x y z. سوف أقوم بالتكامل بالنسبة لي دي زد أولا، لكن في الواقع يمكننا تغيير الترتيب. ربما سنقوم بهذا في التسجيل القادم. سوف نقوم بدي زد أولا، ثم دي واي، ثم دي اكس. دي اكس، وسوف نعرف هذا مرة أخرى. هذه الكتلة عند أي فرق صغير في الحجم. وإذا أخذنا التكامل بالنسبة لزد أولا، قلنا زد تنتقل من أين؟ الحدود لزد من 0 إلى 2، من 0 إلى 2.
الحدود لواي من 0 إلى 4، من 0 إلى 4، والحدود لإكس من 0 إلى 3. والآن كيف نقيم هذا؟ حسنا، ما هي المشتقة العكسية؟ نحن نأخذ التكامل بالنسبة لزد، إذا ما هي المشتقة العكسية لإكس واي زد بالنسبة لزد؟ حسنا، لنرى، هذا فقط ثابت، إذا سيكون إكس واي زد تربيع تقسيم 2، أليس كذلك؟ أجل، هذا صحيح. ثم نقيم من 2 إلى 0، ثم نحصل، أعلم أن المساحة ستنفذ، إذا سوف نحصل على مربع الاثنين والتي هي 4 مقسومة على 2 ويساوي 2، إذا إنه 2 إكس واي ناقص 0. إذا عندما نقيم هذا أولا نحصل على 2 إكس واي، والآن لدينا التكاملين الآخرين، لذا أنا لم أكتب التكاملين الآخرين، ربما سأكتبه. إذا تبقى لدينا تكاملين، تبقى لدينا دي واي ودي إكس، وواي تنتقل من 0 إلى 4 وإكس تنتقل من 0 إلى 3. سوف تنفذ المساحة، والآن نأخذ المشتقة العكسية لهذا بالنسبة لواي. إذا ما هي المشتقة العكسية لهذا بالنسبة لواي؟ دعوني أمسح شيء ما لكي لا يصبح لدينا فوضى. كنت قد تلقيت اقتراح جيد جدا لجعل هذا قائمة، لكن لسوء الحظ لم أجعله هكذا حتى هذا الوقت، لذا يمكنني حذف هذا. عفوا، لقد حذفت شيء من هذا. حسنا، إذا دعونا نأخذ المشتقة العكسية بالنسبة لـ y. سوف أبدأ به هنا حيث لدي مساحة. حسنا، إذا المشتقة العكسية لاثنين اكس واي بالنسبة لي واي هي واي تربيع مقسومة على اثنين، الاثنين تلغى، إذا نحصل على اكس واي تربيع، وواي تنتقل من 0 إلى 4. ثم ما زال لدينا التكامل الخارجي للقيام به، اكس تنتقل من 0 إلى 3 دي اكس، وعندما y تساوي 4 نحصل على 16 x، وعندما y تساوي 0 كل هذا الشيء يصبح 0. إذا لدينا تكامل 16 x من 0 إلى 3 dx، وهذا يساوي ماذا؟ 8 x تربيع، ونريد تقييمه من 0 إلى 3. عند الثلاثة فإن 8 ضرب 9 تساوي 2، و70، و0 ضرب 8 يساوي 0. إذا الكتلة، الحجم الذي قمنا بمعرفته في المرة السابقة كان 24 متر مكعب، لقد قمت بمسحه، لكن إذا شاهدتم التسجيل السابق هذا ما تعلمناه، لكن كتلته هي 72 كيلوغرام. وقمنا بهذا عن طريق التكامل لهذا الاقتران بالمتغيرات الثلاثة، هذا الاقتران من 3 متغيرات أو في 3 أبعاد، يمكنكم رؤيته كحقل قياسي، عند أي نقطة معطى هناك قيمة، لكن في الواقع ليس اتجاه، وهذه القيمة هي الكتلة، لكننا قمنا بالتكامل للحقل القياسي في هذا الحجم.
إذن هذا نوع من المهارة الجيدة التي تعلمناها في التكامل المتعدد، وفي التسجيل القادم سوف أوضح لكم كيف تضبطون تكاملات متعددة معقدة أكثر. لكن الصعوبة الحقيقية في التكامل المتعدد، وأنا أعتقد أنكم سترون هذا عندما نقوم بتكامل متعدد، إذا لم يكن لدينا منحنى سهل جدا كهذا، فإن التقييم، إذا أردتم فعليا تقييم التكامل المتعدد الذي له حدود أكثر تعقيدا، أو له على سبيل المثال اقتران كثافة أكثر تعقيد، التكامل يصبح متفرع جدا، سريع جدا، وعادة صعب جدا أو مستهلك كثير من الوقت لتقييمه فقط باستخدام مهارات التفاضل والتكامل. لذا سترون هذا في العديد من اختبارات التفاضل والتكامل. عندما يبدأون بحل التكامل المتعدد، فإنهم يريدون منكم فقط ضبطه للقيام بالعديد من التكاملات. حتى الآن يمكننا أخذ المشتقة العكسية، وفي بعض الأحيان إذا أردتم يتم إعطاءكم شيء أكثر صعوبة، فقط يقولون حسنا غير الترتيب. كما تعلمون هذا التكامل عندما نتعامل بالنسبة لـ Z ثم Y ثم X، نريد منكم إعادة كتابة هذا التكامل عندما نغير الترتيب. سوف نقوم بهذا في التسجيل القادم. أراكم قريباً.